السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله ديالنا، نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مملحة قنيطات بالدجاج، حشوة اقتصادية سهلين مهلين كيوجدوا بسرعة، كذلك مثال طريقة الاحتفاظ في المجمد ولي زيت لمح المكون اللي كيخليهم يجوا مقرمشين على برا ومعلكين من داخل. ما نطولش عليكم الفيديو ان شاء الله، نبداو على بركة الله مع المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا نصف كيلو من صدر الدجاج. صدر الدجاج ممكن يعني تقطعوها رقيق بزاف، طبعا مغسول مزيان بالليمون وشوية سكنجبير ومليحة، وكنصفيه ومن بعد كنغسلو مزيان مزيان وكنخليه يقطر. كنضيف له تقريبا واحد معلقة صغيرة من سكنجبير ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود أي الإبزار، نص معلقة صغيرة من التحميرة فلفل غبرة، كنزيد واحد نص معلقة صغيرة من الخرقوم البلدي العرق اللي كيكون مزيان، مليحة حسب الرغبة وحسب الذوق ديالكم. كنضيف هنايا واحد معلقة صغيرة من توابل الدجاج اللي كتباع عند العطارة، يعني توابل الدجاج اخوات اللي غيسقسوني انا كنشريها من المغرب، هاي العطرية ديال جداد باقي لي في بلاستيكه كانت عندي في الكونخيلادور خرجتها باش نصورها لكم. كنعمل تقريبا واحد جوج معلقات من صلصة الصوجة عندي خفيفة، اذا كانت عندكم ديك الغامقة ما تعملوشي بزاف لان كتكحل الحشوة. غنعمل واحد العلبة ديال ياغورت طبيعي دانون مسوس، واهم اهم حاجه في هذه الوصفه حاولوا ما امكن تبلوا الجداد ديالكم ليله قبل، او على الاقل واحد 4 ساعات باش ديك الشرموله كتدخل فيهم وكيجيونا لذادين. وان شاء الله يا ربي غنوعدكم هذا رمضان نشارك معكم مملحات جديده وراقيه ومقتصاديه في نفس الوقت، وباقي ان شاء الله نشارك معكم معسلات غير اللي ضيق الوقت وانتم عارفيني خدامه ما كندركش نصور يوميا، ولكن ان شاء الله باقي الخير القدام. اللي كنتمنوا منكم هو التفاعل باش تعم الفائده وبارطاجيو الفيديوهات ديالي ان شاء الله مع الاحباب والاصدقاء. المهم بعد ما تشرملت كل شيء غنعملو في واحد السلوفان وعنبيتو في النبيره ليله كامله، ولا غدا ان شاء الله عاد غنطيبو ونجوزو المرحله التاليه. هنا في واحد المقيله كنضيف شويه زيت الزيتون، كنضيف داك الجداد اللي تبلت قبل، وغنشحر الكل مزيان، كنخليهم على نار متوسطه وانا كنحرك، يعني خصنا نعطيو لهم وقتهم في الطياب تقريبا واحد مده 10-15 دقيقه. انا تقريبا جداد ان علاني وجدو كنبقى نحرك مزيان وكنقلب فيهم حتى كيطيبوا، وملي كيطيبوا لنا كنضيف لهم واحد شويه المعدنوس تقريبا نصف كاس المعدنوس الربيع، وكنخلط الكل مزيان وكنخليوهم على جنب يبردوا لنا. كنعمل الحشوه ديالي في واحد البول، ملي كتبرد تماما عاد كنضيف لها جبن الموزاريلا، تقريبا ضفت لها 100 غرام وحجد الحفينات في يدكم وصافي. ومن بعد كنخلطها بهذه الطريقه هذه، علاش ما عملتي تجبن وهي الحشوه سخونه غيدوب معنا، من الاحسن خليها حتى كتبرد. هنا الورقه اللي غنستعمل هي الورقه ديال تشينوس، بزاف الاخوات كيسقسيوني عليها، هي هذه رقم 40. عندي هنا الزبده نوازيت مذوبه، لان كالصراحه الزبده نوازيت كتجي غزاله. انا كنت كنعمل المعسله اللي شاركت معكم في انستغرام ديك البقلاوه ديالنا التطوانيه، وبقات لي وقلت ندهن بها الورقه ديال المملحات. طريقه كنشبر ديك الورقه عندنا مربعه كنقسمها على جوج، من بعد كنزول هذيك الجوانب بهذا الشكل هذا، وكنزول هذاك الراس باش ما تجيوناش ما يجيوليش قرينطات فيهم اللويات بزاف. هو اصلا هذه الورقه الصراحه خفيفه ما كتجيش فيها اللويات بزاف، قلت نوري لكم كيفاش نيه، فضروري ملي نكونو كالمونطي وما عندو ما يوقع شي حاجه الباب دقات. المهم عملنا الوريقه بهذه الطريقه هذه، كندهنها بديك الزبده نوازيت اللي قلت لكم، ومن بعد كنعمل الحشوه ديالي. للاشاره ممكن اللي ما كيعجبوش هيدا جداد بالطريفات ستيدوين مقطعين في المملحات ممكن تعملوهم مطحونين، كتشبروا صدر ديال الجداد وكطحنوه في الهشور وكيخرج لكم بحال الكفته مثلا اللي ما بغاش هيدا. انا عملتهم اقتصاديين ما بغيتش نزيد لهم شي صلصه ولا حتى شي حاجه، وباقي ان شاء الله كما قلت لكم غنشارك معكم مملحات راقيين بزاف وفي المتناول. صافي الطريقه ديال الطويد القنيطات كلشي كيعرفوهم. كنشبر هنايا الورقه ديالي، كنعمل واحد معلقه كبيره من الحشوه، ومن بعد كنطوي الجوانب طبعا بمساعده دائما كندهنو بشويه د الزبده. هنا ما لصقتهمش يا اخواتي بالطحين واخا غنقليهم، لان غنعمل واحد المكون غيخليهم يجيو بلا ما نقول لكم لاصقين بلا حتى شي حاجه.
صافي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله، ها نتوما كتشوفوا كيف كيجيو، ممكن تعملهم رقيقين ممكن غلاطين، كيبقى الذوق ليكم. عندي هنا واحد جوج البيضات طربتهم بهذه الطريقه هذه، كنفندهم في اول في البيضات ومن بعد كنعملهم في الكنافه. هذا هو المكون اللي هضرت لك عليكم، ما عملتش البراجادو ولا الخبز مطحونه ولا البقسومات، عملت الكنافه. ممكن تطحنوها في الهشوار، ممكن انا كانت عندي في المجمد فهرستها غير هكذا بيدي، ما بغيتش نعملها في الهشوار. من بعد كنبقى نمرر بهذه الطريقه هذه حتى كيلصقوا لي ديك الشعيره ديال الكنافه في القنينطه ديالنا، ها نتوما كتلاحظوا. وكنعملهم هكذا في الطبيسل، وغنكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. وهذه هي الكميه، نتوما كتشوفوا ما شاء الله كيجيو كيحمقوا، عاود الانسان يبدل شويه وكيجي المنظر ديالهم مختلف على الخبز المحمص. دابا مباشره غنقلي معكم واحد ثلاثه باش تشوفوا القوام ديالو من الداخل قبل ما نخبعوه في الكونخيلادور. طبعا هنا عندي الزيت سخونه، من بعد ملي كنعملوا القنطه ديالنا كنقصوا لها شويه باش كيتحمروا على برا، حتى من الداخل ما كتجيناش ديك الورقه خضراء. مع العلم انا شفتوا الورقه ان شاء الله عملت جوج الطاويات صافي، ما عنديش الورقه طويله بزاف، يعني ما كاينش الطاويات بزاف في القنوطه باش كيجيونا مقرمشين. عالسمر بنفس الكيفيه غنقليهم مزيان الجوانب كاملين كما كتلاحظوا معايا، ومن بعد مباشره غنزولهم وغنعملهم فواحد الورقه الزبده، اسمع عفوا الورقه المطبخ، باش كيتسفنا ديك الزويته اللي باقا فيهم، ونقدمهم بواحد الطريقه رائعه جدا، نتمنى تعجبكم. صافي هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، ما تحمروهمش بزاف بزاف باش ما يتحرقوش معاكم، في نص الوقت تعطيهم ديك اللون ذهبي. غنخليهم يبردوا، من بعد غنوريكم طريقه الاحتفاظ ديالهم. عندي هنا الاكياس اللي كتدخل المجمد، سهله كنعملهم هكذا، كنستفهم ديك الساعه مباشره ملي كنبغيو نجبدوهم كنعملوهم في الزيت، تكون ماشي سخونه، يعني تكون شويه الزيت ناقصه سخونيه. علاش؟ لان باش ما يتلهفوناش، لان كيكونوا مجمدين، واذا كانوا مجمدين عملنا الزيت سخونه بزاف غيتلهفوا على برا ومن داخل غيبقاو خاضرين. من الاحسن ملي تعملوهم خليو الزيت شويه تكون متوسطه، تكون غير دافيه، ومن بعد هي هما كيتقلاو وهما كيزيدوا يتحمروا الزيت كتسخن معانا. صافي هذه الطريقه مباشره غنعملو في كونخيلادور. والطريقه التزيين ممكن تقدموا باي طريقه بغيتوا، انا قدمته بهذه الطريقه هذه، عملت لهم الصلصه الحاره، ممكن تعملوا كيتشوب، ممكن تعملوا ايلولي، ممكن تعملوا اي صلصه بغيتوا، مايونيز، اي صلصه بغيتوا. ونتمنى ان شاء الله الملاحات هذو ينالوا استحسانكم وعجبكم. واللي كيشاهدين اول مره كنتمنى تشاركوا في القناه بواسطه الضغط على الجرس الاحمر سبسكرايب او افوري باش كتعم الفائده، وكنتمنى نكون دائما خفيفه على قلوبكم. وشكرا لكم على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم على الكلام الطيب والهدف اللي كتخليو لي في التعليقات. احبكم في الله، ومن هذا المنبر كنبغي نقول لكم عشركم روكا، واللي باقي ما كيتبعنيش على انستغرام كنبغي نقول لكم مرحبا بكم. فانتوما شفتوا ما شاء الله القرمشه ديالهم كيجيو كيحمقوا لذادين ومقرمشين من داخل ومعلى برا طيبين ما شاء الله. مهم كنتمنى يعجبوكم، تهلاو لي فراسكم، الى اللقاء مع فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.